تعتبر وجبة السحور الوجبة الأساسية والأكثر أهمية في أيام شهر رمضان المبارك، لما تمنح للصائم من طاقة وتغذية لازمة لصيام النهار. وبليلة القدر رح نخبركم على أطعمة مناسبة للسهر، وكمان الأطعمة اللي لازم نتجنبها بساعات الليل الطويلة. ومن الأطعمة اللي يجب تناولها بوجبة السحور، أولاً البروتين، عنصر غذائي مهم لأنه بيساعد ببناء العضلات والحفاظ عليها، ولكن الأهم خلال شهر رمضان أنه بيساعد على الشعور بالشبع. وأيضاً الأطعمة البروتينية هي البيض، اللبن، الفول، السمك والدجاج كمان. ثانياً الدهون، تناول الدهون الصحية بتساعد على الشعور بالشبع والرضا طوال اليوم، وهي جزء مهم من نظام الغذائي المتوازن مثل زبدة البندق والمكسرات والبذور. ثالثاً الفاكهة والخضروات، فإضافة الفاكهة أو الخضروات على نظامنا الغذائي وبسبب احتوائها على نسبة عالية من الماء وبالإضافة للفيتامينات والمعادن بتوفر نظام صحي طول فترة الصيام. أما بالنسبة للأطعمة اللي لازم نتجنبها بوجبة السحور، فهي الأطعمة المقلية والمالحة بالإضافة للوجبات الحارة والكافيين والحلويات. كتير من الناس بيوقعوا بالخطأ وقت يتناولوا الأطعمة يلي بتحتوي على الكربوهيدرات البسيطة مثل الحبوب السكرية والخبز الأبيض، وهالشي بيسبب شعور بالجوع والتعب. أخيراً، ليوم صيام مريح اجعل نظامك الغذائي بفترة السحور غني بكافة العناصر يلي بتجعلك قادر على صيام يومك براحة وبتمدك بالطاقة.